سنستمع إلى قصته الجميلة، ومن خلال القصة سنكتشف ما هو حرفنا الجديد. استمعوا للقصة. رامي طفل جميل، ذهب مع أصدقائه إلى شاطئ البحر حتى يستمتعوا بالجو الجميل ومنظر البحر الرائع. أخذوا يلعبون أمام البحر ويلعبون بالرمل أيضا. انظروا كيف صنعوا قلعة من الرمل. وأيضا أحضر رامي لوحة وجلس يرسم. ماذا رسم على هذه اللوحة؟ رسم روبيان. ماذا رسم؟ روبيان. كيف رسم الروبيان؟ رسمه بالريشة. رسم الروبيان بالريشة. ثم أخذ رامي يتجول على شاطئ البحر، فرأى رجالا يلعبون كرة الطائرة. إذن رأى رجالا يلعبون. ثم مشى قليلا فوجد صيادا يصيد السمك والروبيان اللذيذ. إذن كان يصيد سمك وروبيان. ثم رجع رامي إلى أصدقائه. ماذا أحضر لهم؟ أحضر لهم سلة من الرمان اللذيذ. يمي يمي، الرمان لذيذ جدا ومفيد. وأخذوا يأكلون معا وكانوا مستمتعين جدا. هل أعجبتكم القصة؟